أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الرهبة من الله سبحانه وتعالى من جنود العقل، ويضادها الجرأة، أي الجرأة على الله سبحانه وتعالى. الرهبة هي نوع من أنواع الخوف، لأن اللغة العربية لغة دقيقة جدا، بل هي أدق اللغات. المعنى الواحد قد يكون في لغات أخرى له لفظ أو لفظان مثلا أو ثلاثة ألفاظ باعتبار الحالات المختلفة، لكن في اللغة العربية نفس ذلك المعنى يكون له أكثر من 10 ألفاظ باعتبار الخصوصيات والحالات المختلفة. ومن ذلك الخوف. الخوف كلمة جامعة تجمع كل أنواع الخوف، ولكن هناك كلمات مترادفة. هذه الكلمات المترادفة ليس بمعنى أن الكلمات بمعنى واحد 100%، الكلي يشتركون فيه، تشترك تلك الكلمات في المعنى الكلي، ولكن الخصوصيات تختلف. مثلا عندنا كلمة الوجل، الرهبة، الخشية، الخشوع، الشفقة وما إلى ذلك. هذه كلها كلمات تدل على معنى الخوف، ولكن بخصوصيات مختلفة، أنواع مختلفة من ذلك الخوف. الرهبة هو خوف يتضمن تهيب وتعظيم المخوف منه. يعني نحن قد نخاف من شيء لكن لا نعظمه. أنت تخاف من سلطان جائر لا تعظمه، فهنا لا يستعمل كلمة، لا تستعمل كلمة الرهبة. لكن إذا أنت تخاف من عظيم وتعظمه، هذه تكون الرهبة. الإنسان المؤمن يرهب من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يخاف منه، ولكن خوف متضمن لتعظيمه سبحانه وتعالى. إذا الإنسان خاف من الله مع تعظيم لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يرتكب المعاصي. ارتكاب المعاصي هي بسبب الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم الرهبة منه. الإنسان حينما لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يعظمه، حين ذاك يرتكب المعاصي. الآن إذا نمثل مثالا، إذا هناك حكومة قوية مسيطرة، القوى الأمنية مسيطرة على الوضع، تجد المجرمين يخافون وقد تقل الجرائم. لماذا تقل الجرائم؟ لأن المجرم يعلم بأن هذه الحكومة قوية ومسيطرة فيرهب. لكن حينما تكون هناك حالات من ضعف في الحكومة، تجد الجرائم تكثر. لماذا؟ لعدم وجود الخوف بسبب الانفلات في الوضع الأمني مثلا. الإنسان إذا كان يرهب من الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم بأن الله قادر ويتمكن من العقاب ويعاقب المخالفين والمجرمين، فإن هذا الإنسان يرهب من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا الإنسان كانت عقيدته بالله ضعيفة، إذا كانت عقائده رخوة لا تبتني على أساس صحيح، فحين ذاك يتجرأ ويرتكب المعاصي، وتلك المعاصي تردي بهذا الإنسان في المهاوي والرذائل والمعاصي. لذلك من صفات المنافقين هو عدم الرهبة من الله سبحانه وتعالى،
والرهبة من الحاكمين. في الآية الشريفة تقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنهم يعلمون أنكم لكم السطوة ولكم القوة، ولكن إما لا يعتقدون بالله أو لا يعتقدون بالمعاد أو لا يعتقدون بالرسالة، أو عقيدتهم مغلوطة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يرهبونه. أمامكم يراعون، وأمام الله سبحانه وتعالى لا يراعون. المرائي المنافق الذي في أمام عامة الناس يحاول أن ينظم تصرفاته بشكل صحيح، لكن في خلواته يرتكب المحرمات والموبقات، هذا سببه ضعف في إيمانه وضعف في عقيدته بالله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نستفيد من هذا الشهر الفضيل في إيجاد رهبة في قلوبنا من الله سبحانه وتعالى، وذلك بتزكية النفس وقراءة الأدعية وتصحيح المعتقدات وقراءة الكتب الصحيحة، لكي يتمكن الإنسان من الاجتناب عن المعاصي، وتلك المعاصي هي التي تكبل الإنسان وتلقيه في الحضيض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.